أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: علمت أنه لا يجوز إعطاء الوالدين من الزكاة التي تأتي لي من الناس لأوزعها. يقول: علمت وسلمك الله، علمت أنه لا يجوز لي إعطاء الوالدين من الزكاة التي تأتي لي من الناس لأوزعها، ولكني أعطيتهم من الزكاة، فهل يجب علي إخراج مبلغ الزكاة مرة أخرى وأعطيه للفقير؟ نعم، تغرم تغرم الزكاة التي أعطيتها لوالديك من الموكل، وهو ما أذلك، إن كان أذلك ما يخالف، ما إذا ما أذلك ما تأخذ لنفسك ولا تأخذ لمن تحت يدك من زوجتك أو والديك أو أولادك، لأنك أمين. نعم.